عندنا كمان محمود متولي، محمود متولي طبعا مصاب، وكريم نيدفيد مصاب، اللي سافروا ضمن بعثه النادي الاهلي الامارات، معمول ليهم برنامج علاجي خاص عشان يرجعوا للتدريبات الجماعيه قبل عوده الفريق الى مصر عشان يكونوا جاهزين للمشاركه في المباراه خلال الفتره اللي جايه، ودي حاجه كويسه جدا. يعني فتره التوقف ممكن النادي الاهلي يستفيد منها في امور معينه. طيب دي اخبار النادي الاهلي.